نرحب بجميع الاباء الاساقفة والكهنة والرهبان الحاضرين معنا. اللي انشأ الاناشيد في هذه الليلة كورال ابونا بشوي كامل للشباب الجماعي والخريجين كنيسة السيدة العذراء والأنبا شنودة أرض البركة مدينة السلام. نحييكم نجاوب شوية أسئلة.
لكن ابوات اللي ورد في كورنثوس الاولى 12 و14 14 عن النبوة مقصود بها الوعظ. هل
بد الوداع. الشهامة لازمة زي ما الوداع لازمة، والشجاعة لازمة زي ما الوداع لازمة. والإنسان اللي ما عندوش شهامة يبقى ده نقص كبير فيه. المسيح كان وديع ومتواضع وكان شحنا أيضا، لكن اللي يفتكر ان الوداع معناها ان الانسان يتحول الى جثة هامدة لا تتحرك يبقى مش فاهم الوداع. والفضائل كلها تتعاون بركة.
كل الناس. وكون ان الواحد يتناول من الناس ان ياخذ بركه من راس المال، لكن ما تقولش للتطهير لا.
من النساء وهلهم اقل من الرجال بكثير. المسيحية تساوي بين الرجل والمرأة، ما انها بتقول الرجل رأس المرأة. وانا شايف ان التاريخ قدم لنا نساء في منتهى العظم، في منتهى العقلية، نساء عظيمات في التاريخ، مش بس التاريخ القديم، لا والتاريخ الحديث. في نساء كانوا بيرأسوا دول، وفي نساء كانوا بيرأسوا وزارات، وفي نساء كانت لهن الزعامة. عقلية المرأة ممكن في كثير من الأحوال لا تقل عن عقلية الرجل، بل أحيانا تزيد. نتائج الامتحانات بنات كتير بيطلعوا الاوائل وبيتفوقوا على الاولاد اللي معاهم. مش معناها ان عقلية المرأة ضعيفة، لا، بس المهم ان المرأة تستخدم عقليتها في الخير. لو كان عندها عقلية كبيرة وحبت تخبط تعرف تخب. عقلية المرأة من الأول، أنا أذكر يعني والتاريخ يسجل إن حواء استطاعت أن تقود آدم في وقت من الأوقات. وأبي جايل استطاعت أنها توبخ داوود وتمنعه عن الشر وعن الانتقام لنفسه، لدرجة أن لها مباركة أنت ومبارك هو عقلك، لأنك منعتين عن إتيان الدماء وانتقامي لنفسي. فكانت أبيجايل في ذلك الحين مرشدة حكيمة لداود. من قال أن المرأة عقلية تمام؟ بس اذا المرأة فضلت العاطفة على العقل، هنا تلخبط. واذا كانت المرأة عقلها كبير ويضاف إليها العاطفة وتبقى جمع بين العاطفة والعقل، في الحالة دي بتبقى أفضل من الرجل. سلامتك يا حبيبي. حاضر.
صدقوني في هذه الأيام نحن من لجنة البر كل يوم خميس غالبية اللي بيقودوا الأمر هم من النساء، وفي نساء كثير بنشوفهم هم اللي ماسكين البيت وإدارة البيت والصرف على البيت، وياما في رجالة يتجوزوا ويهربوا ويسيبوا المسؤولية المرأة. شهود يهوى يفا
فسروا الآية اللي في سفر التكوين الصح. الملائكة ما عندهمش هذا الصراع،
يقومون بالفضيلة بتلقائية بدون مجهود، وقد اصبحت طبيعتها. الملائكة يمتازون بالجمال وبالنور. في كرونس الأولى بيقول ملاك من نور والجمال، أكثر حاجة في الجمال هم الملائكة. ولذلك استشهاد استفانوس قال نظر الجميع اليه فاذا وجهه كانه كملاك من الجمال والنور الذي فيه. والملائكه ايضا يمتازون بخفه الحركه. يعني ايه خفه الحركه؟ يعني ممكن ينتقل من السماء للارض في نفس اللحظه في الارض. ولذلك في بعض كتب اللاهوت كانوا يسألون هذا السؤال، هل يقطع الملاك وسطا؟ هل يقطع الملاك وسطا؟ يعني يقطع وسطا؟ افرض اي واحد بني ادم جاي من امريكا لاوروبا بيقطع المحيط الاطلسي في السك، وكان من اسبانيا لمصر بيقطع البحر المتوسط في السك. لكن هل الملاك لم يجي من مكان لمكان يقطع هذا الوسط؟ لا، فجأة يكون في الوسطان. زي ايه؟ زي الفكر مثلا. انت تكون بتفكر في حد من قرايبك في امريكا او كندا، تبص تلاقي فكرك انتقل لامريكا او كندا من غير ما تمر على بلاد اوروبا المتوسطة، على طول تلاقي فكرك انتقل لي بدون ان يقطع وسطا. الملاك قد يظهر بهيئة إنسان ويظهر بهيئة ملاك ليه جناحين، ويظهر بهيئة له ستة أجنحة لا نعرف كيف يظهر. عدد الملائكة ربوات، الربو يعني 10,000. عندما بنقول في صلاتنا ألوف ألوف وقوف قدامك وربوات ربوات يقدمون لك الخدمة، ربوات ربوات الربع 10,000 10,000 يعني 100,000,000، عدد كبير. وفي الرسالة العبرانيين الساحة 12 يقول ربوات نحف الملائكة. وبنقول الجمع غير المحصى الذي للقوات السمعية، الجمع غير المحصى الذي للقوات السمعية. مش عارف لما انتم تروحوا السماء بعد عمر طويل هتخشوا في الزحام بتاع الملائكة وتلاقوا مكان ولا ما تلاقوش. ربوات ربوات. الملائكة درجات وطغمات، في الشرفين والسرافين، ساعات يسموه الكاروبين بدل الشرفين، وجمع كاروب والسرافين جمع السراف. واليمين دول في العبراني بيعطي الجمع، ودول مخصوصين للتسبيح. وفي ملائكة للخدمة، يقول
عنهم الكتاب الذين أرسلوا للخدمة لأجل العتيدين أن يرثوا الخلاص. في هنا حاجة جميلة أوي، مع إن الكروبين والصرافين بتوع التسبيح، إلا أن إشعياء النبي لما شافهم أمام العرش الإلهي كده بيسبحوا ويقولوا قدوس قدوس قدوس، الويل لي قد هلك لأني إنسان نجس في الشفتين وعايش وسط سعد نجس في الشفتين. الكتاب بيقول أول ما واحد من الصرافين ده سمع بيقول ويل لي قد هلك لأني إنسان نجس في الشفتين، ساب التسبيح وجري عليه. قال له احنا هنسيبك كده؟ مش معقول. دي شهامة الملائكة، شهامة الملائكة. حتى الراجل بتاع التسبيح راح قام واخد جمره من على المذبح ومسح شفتيه وقال له انت الان قد طهرت. ما قدرش يحتمل واحد بيقول قتلك، شرف انه يقول لي تهلك وانا موجود. طب والتسبيح؟ لا انا اسيب كل حاجة علشانك. دي فكرتني القصة زمان، بيقول ان راهب كانت شغلانته انه ماسك الباب ويخدم الضيوف اللي جايين والفقر والمساكين اللي جايين للبيت، وبس لقى رؤيا جاله المسيح فبقى متمتع للرؤيا بالرؤيا. وبعدين سمع اصوات الفقر اللي بره فقعد مضطرب، يا ترى اسيب المسيح واروح لهم ولا اقعد مع المسيح واسيبهم؟ بعدين قلبه العطوف مسكوا فخرجوا راح لهم واداهم احتياجاتهم ورجع لقى المسيح منتظره. قال له لو ما كنتش انت خرجت ساعتهم كنت انا هسيبك وانا لا اخرج ساعتهم. ادي الشهامة. كيف الملائكة حاجات اسمها الرئاسات والسلاطين والكراسي والربوبيات؟ ربوبيات جمع رب، ملاك ربة رب. ولذلك بالنسبة لربنا نقول عليه رب الأرباب، رب الأرباب. يعني لو كل الملائكة دول أرباب يبقى ربنا رب الأرباب زي ما هو ملك الملوك. والرؤساء أهمهم ميخائيل وغبريال أو جبرائيل، يزين ويجين بيمشوا مع بعض، ورافائيل وسوريال، في سبع رؤساء ملائكة كبار. من جهة علاقتنا بالملائكة احنا نحبهم ويحبوننا، ولذلك احنا بنبني كنائس على اسمائهم، بنبني كنائس على اسمائهم ونسمي اسماء على اسمائهم، سواء اشخاص عاديين او اساقفة او مقارنة. يعني ميخائيل مثلا تلاقي كنيسة اسمها كنيسة الملاك، وكنيسة اسمها كنيسة الملاك مخيل، والبني ادمين تلاقي واحد اسمه ملاك واحد اسمه ميخائيل، ومطران اسمه الانبا ميخائيل، وتلاقي جبرائيل. عندنا قسيس اسمه ابونا جبرائيل، وعن
عندنا اسقف اسمه انبا جبريل هو نفسه، وميخائيل اختصرها ميخ، تلاقي واحد اسمه ميخ اختصر ميخائيل، وجبرائيل تلاقي واحد اسمه جبرا اختصار جبرائيل، كل دول باسماء الملائكه، ورافائيل تلاقي اسم رافائيل ضمن الناس، وأما رافائيل وسط الأسد، سوريال تلاقي في ناس اسمهم سوريال، الملاك والإبت يعني أنجيلوس، أنجيلوس تلاقي في أساسا نقول أنبا أنجيلوس، وتلاقي البني آدمين تلاقي واحدة اسمها أنجيل، ما أنجيل أمين أنجيلوس، واحدة اسمها أنجي من أنجيلوس إلى آخره. والكنيسة إحنا بنسميها بيت الملائكة من اهتمامنا بالملائكة، الملائكة علاقتنا بيهم مش بس إن إحنا بنتسمى بيهم أو نبني كنائس على أسمائهم أو أشخاص على أسمائهم، ده إحنا أيضا نتشفع بيهم في صلواتنا، نطلب شفاعة الملائكة ونعمل فطير الملائكة على اسم الملائكة الخير. أنا فاكر أول مرة سكنت في مغارة سنة 56، قلت لأن الشياطين يحاربوني، فقعدت أقول التسبيحة وبعدين أبص ألاقي كلمة في التسبيحة مين بخورس ترفنتيني أنجيلوس، وكل صفوف الملائكة والأيوة هيعرفوا إن أصحابي أصحاب الكتاب فما يقدروش يقربوا. الملائكة من ضمن خدماتهم لينا الإنقاذ والإرشاد والبشارة، فمن جهة الإنقاذ في السلم السمائي اللي شافه أبونا يعقوب كانت الملائكة صاعدة ونازلة عليه، والبعض يفسرها بأنها صعدة طلبات الناس ونازلة باحتياجاتهم تديها لهم. نسمع عن الملاك الحارس يحرس الناس وخاصة الأطفال، وهنا أسأل هل كل إنسان له ملاك حارس؟ لا، المسألة ما تحتاجش، لأن ملاك واحد ممكن يحرس مدينة بحالها، ممكن يحرس شعب بحالها، ملائكة مقتدرون قوة. يقول كمان الكتاب ملاك الرب حال حول خائفيهم، حول خائفيه وينجيهم، ملاك الرب حال حول خائفيه وينجيهم، في ملائكة حال حوالينا احنا مش شايفينها لكن هي حال حوالينا وتنجينا. والكنيسة بنسميها في التسبيحة بيت الملائكة، شيرة الكنيسية في انتين انجيلوس، يعني السلام لك ايها الكنيسة بيت الملائكة مليانة من الملائكة، انتم مش شايفينهم لكن هم موجودين وسطيكم. يقول ايه ربنا عن الناس الذين في ضيقة؟ في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم.
ايه في المزمور، مزمور 91، يوصي ملائكة بك لكي يحفظوك في سائر طرقك وعلى ايديهم يحملون لئلا تعصر بحجر من رجلك. يقول في نفس المزمور: يسقط عن يسارك الوف وعن يمينك ربوات، واما انت فلا يقتربون اليك. كل دي لان الملائكة بتحيط بالناس عشان تخلصهم. ده ملاك واحد ضرب مرة 185,000 من جيش سنحريب، والملاك المهلك ضرب كل الابقار من جالس العرش اللي بيطحن على الرحم كل في ضربة واحدة. ده ملاك واحد. الملائكة اقوياء جدا، المقتدرين قوة. من قوة الملائكة حكاية الملاك اللي نجى دانيال من جب الأسير. دانيال بيقول: إلهي أرسل ملاكه فسد أفواه الأسير. لقيت جبروت ده قوة من الملائكة وعملها في الإنقاذ. زكريا النبي الصح 3 يقول: رأيت الشيطان بيعاكس يهوشع رئيس الكهنة، فطلع واحد من الملائكة ومن طائفة الأرباب وشخط في الشيطان، قال له: لينتهرك الرب يا شيطان، لينتهرك الرب، أليس هذا شغل منتشل من النار؟ ومشى الشيطان وكان بيهوش. في قصة إيليا النبي لما كان هربان من إيزابيل الملكة اللي عايزة تقتله، جاله ملاك الرب وعزاه وطيب خاطره
اداله خبزه تكفيه 40 يوم. قال له المشوار طويل عليك، خذ الاكله دي. عجيب، ملاك يجي يفتقد الي وهو هارب من الملكه ايزابيل. نلاحظ ايضا في يوحنا اصحاح 5 في قصه المريض اللي بقاله 38 سنة قاعد جنب البركة. يقول الكتاب كان ينزل ملاك ويحرك المية في البركة، فأول واحد ينزل فيها يشفي. إليها معنيين، أول معنى أن الملاك بيهتم بالمرضى وعايز يشفيهم، كان حاجة قوته المعجزية أنه لما يحرك الماء يبقى قادر على الشفاء. كل دي في موضوع الإنقاذ. في موضوع الإرشاد نجد أن لما أبونا إبراهيم أراد أن يختار زوجة لابن إسحاق، بعد عبده العازر الدمشقي قال له اذهب وملاك الرب هيرشدك ازاي تختار زوج الابن. وقد كان موسى النبي في خروج 23 ربنا قال له ها انا مرسل ملاكا امام وجهك ليحفظك في الطريق وليجيء بك الى المكان الذي اعددته. كورنيليوس قائد النهر، وكان رجل طيب واممي، ظهر له ملاك وارشده قال له تروح يافا وتلاقي بيت واحد اسمه سمعان بطرس، هو يقول لك تعمل ايه. ونفس الملاك طلع لبطرس وطب له الموضوع. يعني لا استطيع ان اشرح كل الملائكة الذين وردوا في سفر الرؤيا، لكن ربنا ما بعد ملاك لكي يري الناس ما يكون وما ينبغي ان يكون في المستقبل. ومنهم ملائكة كانت للعقوبة، وملائكة كانت للبشارة. الملائكة أيضا في مركبة للراجل الايه الخاص الحبش، امشي وراه. مشي وراه لغاية لما بشره وبقى مسيح. حاجة لطيفة ان يجي ملاك يقول تعالى امشي هنا روح هنا، حاجة حلوة. في سفر دانيال اصحاح 8 لما راى رؤيا ومش عارف ابدا يفسرها، فربنا قال للملك كبير فسر الرؤيا لهذا الرجل. ملائكة دول جبابرة وكويسين، ملائكة البشارة معروفة، اللي بشر مريم العذراء واللي بشر يوسف النجار واللي بشروا المجوس واللي بشروا الرعاة. هذا آخر تمام. الملائكة مع المسيح بعد المعمودية يقولوا وإذا ملائكة جاءت تخدمه، دول قدامه. وفي آخر الزمان بيقول
يرسل الملائكة ليجمعوا مختاريه من أقصاء الأرض كلها، وهو لما يجي في المجيء الثاني قيل عنه أن يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحين أذن يجازي كل واحد أعماله. ظهر الملائكة، ما الملائكة كان لهم دور في الميلاد والبشارة، كانت لهم دور في القيامة. لما ظهروا للناس وقالوا لهم لماذا تطلبنا الحي بين الأموات، ليس هو هنا لكنه قام كما قال، والملائكة اللي جايه أخرج الحجر عشان الناس يشوفوا القبر. انت إذا الليل